لازم احيي الفريق كامل، وزير وزير النقل بشكره كتير، وتاني بشكر سيادته النهارده وشكرته واحنا موجودين في السخنه، وبشكره تاني دلوقتي على الهواء. ووقت ما كنا بنتكلم كنا بنتكلم من اجل مصر، من اجل الشعب المصري. كنت بتكلم النهارده على ويومها، ورئيس الوزراء بيتكلم النهارده على الخدمات للمواطنين اللي هي النقل الحديث والافضل. كنا في البرتغال وكنا في فرنسا مع سيادة النائب محمد أبو العين وكيل مجلس النواب، وأقول لحضراتكم كنا موجودين فين وليه. العالم كله يا جماعة النقل، العالم كله بيتكلم. شفنا في البرتغال موقف أو مواقف النقل الجماعي، شفتها في فرنسا في كان، كان شفت النقل الجماعي، أتوبيسات النقل الجماعي في كان. متخيلين نقل جماعي في قلب واحدة من أشهر مدن في العالم، مهرجان كان السينما الدولي هنتكلم عنه بعد شويه. شفت الموقف الجماعي، اتوبيسات النقل الجماعي في فرنسا في كان، مش هكلمك على نيس ولا موناكو، لا هكلمك ولا باريس، بكلمك على كان. العالم كله هناك. كان في تكريم لسياده النائب محمد عنين كمان هنتكلم عنه بعد شويه، من يعني من اهم يعني اهم مؤسسه واكبر مؤسسه للنشاط الانساني في العالم. كانوا عاملين احتفالية على هامش مهرجان كان، هنتكلم عنه بعد شوية. بقول لكم ده ليه؟ بمناسبة الخبر اللي قدام حضراتكم. العالم كله عنده نقل جماعي، بس نقل جماعي ايه؟ نظيف، واقفين ناس واقفة في كان في تنتظر الاتوبيسات. نقل الجماعي في منتهى، هو الاتوبيس اللي انت مصر بتعمل او عملت ده وبنعمل ده. نقل جماعي لازم يبقى في نقل جماعي، مش كل الناس عندها عربيات، ففي ملايين ما عندهمش عربيات، لازم تعملوا نقل جماعي نظيف ومحترم ويليق بالشعب المصري. دولة بتعمل ده وعمل ده وبتعمل ده. شفت فرنسا واحنا ماشيين كده هقول لكم بعد شوية في أنتيب. أنتيب دي منطقة تبعد حوالي يعني 35 دقيقة 40 دقيقة عن كان، هي في الريفيرا الفرنسية ما بين كان ونيس. شفت القطار الكهربائي السريع في فرنسا، هوريه لكم بعد شويه، هوريكم بعد شويه، هوريكم كان. اللي عايز بقى يتفرج على كان، انت ما رحتوهاش وانا اول مره اروح، فوريكم بقى، اجيبها لكم بقى وانتوا قاعدين تتفرجوا عليها، هتشوفوا يا سلام، هات حاجه تانيه خالص خالص. هوريكم يا سلام، هوريكم يعني ايه، هوريكم. فريق كامل وزير وزير النقل، المناطق المحيطة بمحطات المترو الجديدة شهدت سيولة مرورية كبيرة. طبعا وفرت على الناس وأرخص وأسهل وأسرع وأحسن وأنظف وكل شيء، ولف بها كل حتة، أنزل من المهندسين أروح العاصمة أو أروح الشروق أو أروح مستقبل أو أروح الإسعاف أو أروح المرج أو حلوان. يعني هو وسائل النقل الحديث، عربية ليه؟ بنزين ليه؟ تعب ليه؟ إشارات مرور ليه؟ ما عندي مترو، عندي مونوريل بعد شوية، عندي LRT شغال، عندي قطار سريع بعد شوية، عندي إقليمي بعد شوية، عندي التلج وشغال ما شاء الله كامل العدد الفي آي بي أو الدرجة الأولى ما شاء الله، فكله ما شاء الله. بتعمل كده ليه عربية؟ ليه؟ بعمل لك وسيلة حديثة جدا رخيصة على فكرة، رخيصة رخيصة بالمقارنة. ده انت لو ركبت تاكسي دلوقتي ولا ركبت مش عارف عربيات من التطبيقات الاونلاين، يا سلام، بتاخد هنا كام جنيه وهناك تدفع لك قد ايه؟ طب لو خدت عربية من المهندسين ورحت العاصمة ياخد كام؟ تاكسي ياخد كام في المشوار؟ على الأقل على الأقل على الأقل، تاني بقول على الأقل، لأنه من وسط البلد، من وسط البلد أهو، من وسط البلد، من شارع 26 يوليو في وسط القاهرة عند دار القضاء العالي، لو خدت تاكسي رحت بيه مدينتي أو الشروق بياخد منك 250 جنيه في المشوار. يعني رايح جاي تدفع 500 جنيه مرة واحدة. أهو.
طب خدت هقول مهندسين 250 مش هقول 300 من المهندسين، ادي 250. طب اركب المترو، اركب المترو ادفع لك تذكره موحده هنا 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 بالكتير بالكتير، ما اعرفش كام يعني، بس تقديري تقديري الكم محطه دول يمكن يوصلوا 25 جنيه، تقديري ممكن يوصلوا 25 تذكره وراجع 50 رايح جاي. انا بتكلم تقديري، لانه قلت لكم الاسبوع اللي فات او اللي قبله من الاسعاف الى النزهه مصر الجديده 8 جنيه 8 جنيه ممكن تزود هنا شويه والناحيه لحد ما توصل عدلي منصور شويه، فممكن تبقى مثلا مثلا 25 ممكن يبقى كمان كتير 25، لكن افترضنا 25 يبقى 25 50 50 ولا 500؟ أنهي؟ قطر مكيف ونظيف والدنيا مش وتوصل في توقيت معين وحاجة مفيش أي مشكلة عندك وحاجة جامدة جدا. هو ده اللي الدولة عاملاه، اللي هو ده اللي هو المستقبل الآن والمستقبل.